السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل محركات الألعاب بنلاقي إن إحنا عندنا أنريل ويونيتي، والاتنين ممتازين جدا والاتنين مجانيين إلى حد ما. يعني البرنامج مجاني بس في بعض الخصائص بتبقى بفلوس، زي مثلا أنت تشتغل مع فريق أو لما يوصل عدد المبيعات لرقم معين وهكذا، فتقدر تشتغل على البرنامجين وتتعلم وتطلع المنتج بتاعك بدون أي مشاكل خالص وبدون كراك أو أي حاجة. طيب البرنامجين دول ايه فايدتهم بالنسبة للناس اللي شغالة في مجال البيم؟ فايدتهم ان انت بعد ما تعمل برنامج ممكن تصدرهم وتعمل الاوجمانتد رياليتي والفيرشوال رياليتي، بحيث ان الشخص يبقى ممكن تعملها لعبة، ان شخص مثلا يدخل مبنى ويتمشى فيه ويشوف كل حاجة في المبنى ويقدر من خلال الزراير يغير الاتجاهات ويروح المكان اللي هو عايزه، مش مجرد ان انت عامل له فيديو. فالموضوع فيه حاجات جميلة جدا واستمتاع، ويعني الناس اللي هي بتتقن الانريل بتطلع رندر عالي جدا للشغل المعماري بتاعهم. فيعني ممكن تعمل حتى ان انت تمشي في المكان واول ما تقابل باب تقدر تبرمجه ان اول ما يقرب الشخص الثيرد بيرسون الباب يتفتح وهكذا. فحاولوا ان انتوا تتعلموا الحاجات دي، مفيدة جدا يعني.